قال: ما هو رأيكم في الاختلاف الذي يحصل في هذه الأيام؟ والاختلاف الأيام دي براء، الاختلاف ده من زمان، ده قالوا جديد الاختلاف ده. ربنا قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أصل الاختلاف ده موجود من أو من قامة الدنيا، الخلاف ده موجود. لكن أنت مفترض السؤال يكون كيف؟ يقول عند الاختلاف نحن نعمل شنو؟ ما هو الاختلاف قاعد يعني، ما هسه انت بتمرق من محلنا ده هنا، دي حلقه بجاي بتاع السلفيين، تمرق بجاي شويه بتلقى لك لمه بتاع التجانيه، شغالين الهبر وملو وحفروا البير جابوا له دلو. بتمشي حبه بتلقى لك جامع بتاع انصار سنه شغال لاف في الناس صينيه، ولهم الغيبه لا تجوز. وفي شباب قاموا الايام دي بيغتابوا الناس، ده ما عنده موضوع برضه، فوت خليه. بتمشي قدام شويه بتلقى لك جبهجي شغال حايم في الفضاء الخارجي فوق تلقى حايم، والأمة تعيش جراحات وآلام، والأقصى شغالين ناس عبد الحيوز ما شفتهم طالعين مظاهرة، الأقصى والأمة تحتضر، ولا بد من تخليص الأقصى، دار تخلصه هسه والأقصى دار تخلصه بمظاهرة، مظاهرة في 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 ناي في في جبرة. الله بيسألك الأقصى بيتحرر بمظاهرة في جبرة؟ كم ما أمة موهومة، لكن في النهاية داري يلقطوا قريشات يقول أقصوا، وموضوعه دارك ترمي لك قريشات في الصندوق داك بس، بس ده موضوعه. لكن أنت قايل الأقصى مو شغالين به، ولا الأقصى بيتحرر بمظاهرة؟ الأقصى بيتحرر لما الأمة دي تعرف عقيدتها ذاتها، أمة ما عارفة عقيدتها، والجماعة الطالعين في المظاهرة ذاتهم تلقى واحد تجاني وقايم للمظاهرة يقول لك الأقصى يا أحمد تجاني تحلوا، ده بحل أقصى يا أنا، والمكسي كلتا الأقصى، كل قاعدين في الأقصى ده ذاتهم، ما في جماعة قاعدين معاك هنا أخير منهم دينك ذاتهم. في جماعة في البلد هنا أكان قام يا الكباشي، وكان قعد يا الصابونابي، وكان هنا يا ست نفيسة، وكان هنا يا السيدة ما تعرف شعوانتي. السدة فرقه من الماسكين الأقصى شنو؟ شنو الفرق ذاته؟ فعلى أي حال الاختلاف موجود، يبقى السؤال ماذا أفعل عند الاختلاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أداك الإجابة، قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. أنت لما تلقى الناس مختلفين، تجانية بجاي، سمانية بغادي، فهمت؟ حزب تحرير رافع لهم علم أسود بيناك يقول لك ولاية السودان، دار يبقوا السودان قال ولاية، والحاكم يكون واحد على البلد كلها، هو أتخيل معي دار يطلع البلد كلها متفقة، وهو ذاته هو مرته ما متفقين في أقصى في أدنى مراحل الاتفاق، هو مرته مشاكلين، يقول لك لابد نوحد الأمة الإسلامية تشد ونخلي في حاكم واحد، حاكم واحد تموم، ونحن ما قادرين نتفق في بلدنا دي لسه. طيب تقول لا لا نجيب السعودية نقعدها، ولاية السعودية وولاية السودان وولاية ما تعرف تشاد ونجمينا بهيني ديل تشاد، قال داري لما تحت حاكم واحد. شوف المواهيم ديل وحزب الجوطة دي كلها. انت لو دار تعرف الحق، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عليكم بسنتي. الجماعة دي ما عندهم شغلة بالسنة، ما عندهم شغلة بالسنة، يعني التجانية الكلام اللي بيقرأ فيه شهاب قبيل ده كله بتاع التجانية، لو جيت قدمت سؤال لأي تجاني ماسك في صلاة الفاتح وفي شيخه بتاع التجانية، سؤال واحد تقول له الكلام ده كله وين الحديث بتاعه؟ في حديث هنا؟ التجانية دي جات بحديث ولا جات ساي؟ في آية قالت ابقوا تجانية؟ يقول لك ما في، يقول لك خلاص انا اختيتكم، فوت خليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عليك بسنتي. السنة وين؟ تفتش تشوف السنة وين؟ الساحة دي كلها لما تفتش الاختلاف ده بتلقى الاختلاف كله راجع لهوى بتاع الشيخ سيد الطريقة دي، ولا الزعيم الدكتور بتاع الجماعة الدينية، كله راجع لهم، هم أفكار جابوهم. حتى الجماعة اللي بيقول لك سلفيين الليلة أنصار سنة ولا غيرهم، جماعة الصافية بهنا تلقاهم قريبين في الحاج يوسف، تمشي دار دوق تلقاهم مبطحين في الجامع هناك، كويس؟ ديل ذاتهم. انت لما ترجع لحقيقة المذهب بتاعهم بتلقى افكار بتاع الشيخ، ما في سنة.
عشان كده النجاة دائما في القديم وفي الحديث والى يوم القيامه النجاة في السنه. عليكم بسنتي. شوف ذول بيعلمك قال الله وقال الرسول عليه الصلاه والسلام، اما ذول بيعلمك شغل بتاع تجانية ولا كلام فارغ ده في النهايه بضرك بس.